لاحظنا مشاهدينا يعني ضعف في سوق الاكتتاب، حتى أننا لم نشهد أي عمليات بالاكتتابات الأولية في الربع الثالث من هذه السنة، وإن كنا شهدنا بعض العمليات في سوق السندات والصكوك التي يتوقع أيضا أن تستمر بالانتعاش والنشاط في الفترة المقبلة. دعونا نلقي نظرة الآن على أحوال الاكتتابات ونشاط الاكتتابات الأولية على مستوى العالم بشكل عام. رأينا بالنسبة لعدد الصفقات كان هنالك نمو في عدد الصفقات في الربع الثالث من هذه السنة مقارنة بالربع الثالث من السنة الماضية، وصلت إلى 230 صفقة مقارنة ب 178 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي. كيف توزعت هذه الصفقات عالميا؟ آسيا والمحيط الهادئ هذه المنطقة استحوذت على 74% من حجم الصفقات الكلي، ثم أتت أمريكا الشمالية والجنوبية ب 19% أيضا من نصيب الحجم الكلي لهذه الصفقات، إضافة إلى دول أخرى. لكن ماذا عن قيمة هذه الصفقات الآن؟ أيضا رأينا نمو بقيمة الصفقات في يعني قيمتها في النصف في الربع الثالث من هذه السنة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وصلت إلى ما يتجاوز 35 مليار دولار أمريكي. بالنسبة لكيفية توزع قيمة هذه الصفقات نرى الأمر نفسه، يعني آسيا هذه المنطقة آسيا والمحيط الهادئ حازت على 68% من قيمة الحجم الكلي لقيمة الصفقات. أمريكا الشمالية والجنوبية أيضا توزعت النسبة المتبقية بنحو 23%، وكان هنالك بعض النسب بنسبة 9% بالنسبة لل الدول الأخرى. كيف كان نشاط الاكتتابات تحديدا في منطقة الخليج؟ ونحن رأينا بأنه يعني في الربع الرابع مثلا من العام 2015 كان هنالك صفقة واحدة يعني وصلت قيمتها إلى نحو 101 مليون دولار أمريكي. في الربع الأول من هذه السنة كان هنالك أيضا صفقة واحدة ب 471 مليون دولار، وكانت في المملكة العربية السعودية الشرق الأوسط للرعاية الصحية. المملكة العربية السعودية أيضا كانت قد شهدت صفقتين من الاكتتابات الأولية في الخليج، فقط الاكتتابات رأيناها في منطقة في السعودية بما يتعلق بالخليج، وبالتالي نشاط الاكتتاب والاكتتابات الأولية كانت في المملكة العربية السعودية من خلال اليمامة لازوردي، وأيضا 274. بالنسبة للربع الثالث من هذه السنة لم نرى أي نشاط يتعلق بالاكتتاب الأولي، الاكتتابات الأولية. كان هنالك حالة من عدم اليقين تحيط بالاقتصاد، طبعا الحكومات في المنطقة تجد نفسها مجبرة على التخفيف من المشاريع من الإنفاق بسبب التراجعات في أسعار النفط، أيضا هنالك ضعف بالسيولة. حتى لو كان هنالك اكتتابات كان هنالك اعتقاد بأنه ربما لن يكون هنالك حماسة من قبل المكتتبين. والموسمية يعني الربع الثالث دائما يترافق مع عطلات الصيف، عطلات الأعياد وغيرها، وبالتالي الناس تكون منصرفة إلى شؤون أخرى غير هذه الشؤون. علما إذا لاحظنا الربع الثالث من هذه السنة لم نشهد أي نشاط، وأيضا بالربع الثالث من العام الماضي لم نشهد أي نشاط في الاكتتابات الأولية، وبالتالي العامل الموسمي عامل مؤثر في هذه الحالة. الآن ماذا عن منطقة الخليج تحديدا؟ بما يتعلق بإصدار السندات في هذه المنطقة، رأينا فقط إصدار سيادي واحد من قبل مملكة البحرين بقيمة 790 مليون دولار أمريكي ولأجل 3 سنوات. ولكن بالقطاع الخاص رأينا أكثر من إصدار فيما يتعلق بالسندات. بنك برقان بالكويت رأينا إصدار للسندات ب 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وأيضا في الإمارات كان هنالك إصدار للسندات من قبل ماجد الفوطيم بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ولأجل 2024. الآن ماذا عن الصكوك؟ أيضا ماذا عن إصدارات الصكوك في الربع الثالث من هذه السنة؟ مرة جديدة البحرين، مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي كان لديها إصدارات للصكوك في الربع الثالث. كان لديها إصدار صكوك السلام وصكوك الإجارة بقيمة تصل إلى 743 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للقطاع الخاص رأينا إعمار تصدر صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات. أيضا كان مصرف قطر الإسلامي أيضا أصدر صكوك بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات. وبنك البلاد في المملكة العربية السعودية أيضا إصدارات للصكوك ب 533 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات. إذن كانت يعني هذا بعض الإضاءة على سوق الطروحات الأولية في الربع الثالث في العالم وفي المنطقة.